وينضم معنا من اسطنبول السيد مصطفى حامد أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، الرئيس أردوغان يصرح ويقول إن مسرحية تنظيم الدولة قد انتهت، مطالبا بالكف عن التذرع بالتنظيم ووجود التنظيم واتخاذه حجة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الفصائل. كيف تقرؤون هذا التصريح؟ مساء الخير لكم والمشاهد الأعزاء. حياك الله. كلمة حليف أو شريف يعني لم تعد يعني ناس عشقاء يعني والتصريحات التركية تقول أن يعني تؤشر أن اللقاء مع تيلرسون يعني بعد غد سيكون حاسما وفاصلا، إما لإعادة الثقة من جديد وإما إلى أن تكون هناك يعني ربما شبه قطيعة ما بين أمريكا وتركيا. تركيا دائما تقول أن يعني تنظيم داعش تم إيجاده من أجل تبرير إيجاد تنظيم إرهابي آخر للتعويل عليه من أجل يعني تنفيذ مخطط. كانت دائما تركيا ترى أنه يهدد الأمن القومي التركي، لذلك كانت تريد أن تكون أن تشارك في عملية يعني محاربة تنظيم داعش وبالاعتماد على الجيش السوري الحر، لكن أمريكا يعني منذ البداية كانت يعني مقررة ومصممة على إفشال هذا المشروع، حيث كان هناك مشروع تدريب الجيش السوري الحر بالاشتراك مع أمريكا ما بين أمريكا وتركيا، لأنها كانت تريد أن تهيئ هذه القوة العسكرية الجديدة ومن أجل تنفيذ مشروع إقامة دولة كردية أو تقسيم سوريا، وهذا ما تستشعره تركيا. واليوم يعني تركيا تريد غدا أن تسمح يعني لا تريد أن تسمح كلاما ووعودا، إنما طيب تريد أن تجد أفعالا. بالكلام يعني عن الوعود وعن كلام أمريكا، تيلرسون يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم مخاوف حليفتها تركيا، وكيف يعني نفهم هذا الأمر وهي بنفس الوقت تفعل العكس وتقدم 300 مليون دولار من ميزانية عام 2019 لدعم الميليشيات الكردية؟ طبعا اليوم أولا يجب أن نشير إلى أن أمريكا هناك أكثر من مركز يعني قوى اليوم موجود في أمريكا. هناك البيت الأبيض الذي يصرح تصريحات تختلف عن تصريحات وزارة الخارجية، وهناك التصريحات التي صادرة من البنتاغون التي هي تخالف كل هذه التصريحات. البنتاغون الذي يسيطر عليه جنرالات هم يريدون يعني لا يريدون علاقة جيدة مع تركيا. قبل مجيء زيارة تيلرسون رأينا كيف ظهرت هذه الجنرالات في مدينة منبج وقاموا بزيارة يعني المخافر الحدود التي نقاط التماس ما بين قوات درع الفرات وقوات الميليشيات الكردية، ووصف أن هذه القوات بأنها هي هم الأبطال الذين حرروا مدينة الرقة من تنظيم داعش. هذه رسالة ورسالة يعني سلبية صراحة، تشير على أن يعني ربما يكون اللقاء غير يعني لن يستطيع تذليل الصعاب أو إعادة الثقة من جديد، لأن أمريكا اليوم عندما تقول نتفهم القلق التركي هي تقصد القلق التركي بعملية غصن الزيتون بمنطقة طيب عفرين، ولا تقصد أبدا يعني هذا على الجانب السياسي. لكن على الجانب الميداني، تركيا تصر على الاستمرار في عملية غصن الزيتون. روسيا كيف سيكون دورها في هذا الأمر، وهل سيكون لها دور في تغليب كفة تركيا؟ طبعا اليوم هناك اكثر من دوله، هناك صراع يعني دولي واقليمي على الارض السوريه، كل دوله تحاول ان تحقق بعض الانجازات، وكل دوله صراحه لا تريد للدوله الاخرى ان تحقق انجازات على حسابها. روسيا بحاجه ماسه الى الدعم التركي، هي مستعجله قطف ثمار لانها مقدمه على انتخابات والوضع الاقتصادي غير جيد. مؤتمر سوتشي فشل بسبب ان تركيا لم يعني تكن داعمه او المعارضه السوريه لم تشترك به، فهناك فشل على ارض الواقع وهناك فشل في الحل السياسي. لذلك بحاجه الى تركيا، وهناك اتفاق تركي روسي على عمليه غصن الزيتون بشكل محدد.
لكن امريكا كانت تتوقع ان تركيا لا ان روسيا لن توافق على عمليه غسل الزيتون. اليوم عندما قامت تركيا اجبرت صراحه على القيام بعمليه غسل الزيتون، كل هذه الدول صراحه لا تريد لتركيا ان تحقق انجازا سريعا. راينا كيف ان تركيا اغلقت الساحه الجويه امام الطائرات التركيه لمده اسبوع بحجج تقنيه بعد اسقاط الطائره الروسيه. ايضا اليوم هناك غزل ما بين قوات الحمايه الكرديه وما بين النظام، ربما يعني يطلب من النظام ان تدخل قوات النظام. كل هذا طبعا مرهون بالاتفاق التركي الروسي، لان روسيا بحاجه الى تركيا، لذلك لن يكون هناك اي تطور الا بان يكون هناك بالتشاور التركي الروسي. الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد مصطفى حامد أغلو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.